الحقيقه ان احنا انتظرنا مباراه اجمل من كده بكتير. انتظرنا تالق سعيد بالرحمه قصادنا، انتظرنا تالق رياض محرز، انتظرنا تالق لعيب زي مايكل انتوني، انتظرنا تالق جابرييل جيسوس، وفي الاخر التلج حكم باحكامه، التلج هو اللي قرر ان هو يمشي المباراه في سكه تانية خالص. 25 دقيقه مانشستر سيتي قدر ان هو يصطاد فيها ويست هام، وهنا بقى كان القائد رياض محرز. يا رياض محرز النهارده عمل 25 دقيقة من نار، 25 دقيقة اللي كان فيها كلب ولاعيبة ويست هام مش شايفين أي حاجة، رياض محرز كان هو التنين اللي في الملعب عندنا، رياض هو اللي عمال يعدي واحد على واحد، عمال يستلم ويخش لجوه وبيحاول يشوط، عمال يفرك لحد ما قدر إن هو يعمل أسيست لإيكاي جندوجان عشان يسجل الهدف الأول. ونسكت على كده؟ لا يا باشا، احنا التلج ده متعودين نلعب احنا في موضوع التلج، وجايبين كرة خاصة بالتلج، وبنحب جدا ان احنا نلعب في التلوج. الموضوع ما يفرقش معانا يا باشا بالسلع النبي، احنا نلعب في التلج احسن ما نلعب في العشب. احنا مش بتوع عشب والكلام الفاضي من ده، خصوصا ان احنا اظهرنا ان احنا عندنا مشاكل كتير قوي في الغيابات الكتير اللي عندنا. فاحنا بنلعب بنفس التشكيله هي اللي لعبنا بيها ماتش باريس سان جيرمان. الاختلاف الوحيد ان زيلتشينكو مش بيلعب النهارده، وان جابي بادئ اساسي، ومفترض على الورق ان رياض كان فيرود، او والله رياض كان سترايكر والله. بس هذا مانشستر سيتي لا تتصدم باي شيء، بس اللي صدمنا بصراحه ويست هام. ويست هام كانوا سيئين جدا في التلج، ويست هام 25 دقيقة كانوا ضايعين جدا. المشكلة بقى ال 25 دقيقة اللي كانوا في التلج دول، اللي أنت تقول إيه يعني 25 دقيقة من 90 دقيقة؟ دول فرقوا جدا الشوط الثاني. الشوط الثاني لعيبة مانشستر سيتي خلاص مفيش حاجة يا باشا، لعيبة السيتي كانوا جايبين جهاز الشوط الثاني خالص. بنلعب ماتشين ورا بعض، ومن دوري أبطال لدوري إنجليزي لتلج ومجهود مضاعف، خلاص شوط الثاني لعيبة السيتي جابوا جهاز والموضوع خلاص انتهى خالص. بالنسبة لعيبة السيتي حتى الرياضة اللي كان بيحاول الشوط الأول بطل يحاول، وحنكشت رحيم شغالة، بس القائد جندوجان عمال يحاول إن هو يسجل هدف ثاني عشان خاطر نموت المباراة ونخلص الموضوع على كده. الناحية الثانية فلقينا ديفيد مويس قرر ان هو يطلع سعيد بالرحمه بدري بدري. والله انت ابن حلال مصطفى، يعني سعيد بالرحمه ومايكل انتوني اخطر اتنين عندك في الفرقه، طلعت فيهم سعيد بالرحمه ونزلت لانزيني، تمام جدا. سيتي ما فرقش كتير مع التغييرات اللي عملها السيد ديفيد مويس ولا محاولات التدعيم بتاعه، لانه كان عنده مشاكل كتير جدا، رغم ان سيتي كان خلاص اللعيبه مش قادرين يمشوا، بس مع ذلك لعيبه ويست هام ما كانتش قادره ان هي تسجل. بس في اللحظات الاخيره لقينا ان لعيبه ويست هام ما بين الدقيقه 80 للدقيقه 85 كده بداوا يحسوا ان هم ممكن يروحوا يسجلوا هدف التعادل، لحد ما لقينا بيب جوارديولا قرر يلمها وقال لك انا هنزل فرناندينيو مكان رحيم ستيرلينج، وفرناندينيو سجل. ويا يا اخي يا محسن الصدف، دينيو القائد الاسطوري واحد من اساطير النادي بيلعب دقيقتين وبيسجل. الله على اخلاقك يا فرناندينيو، الله انت تستاهل تكون نجم المباراه. الكره اتقطعت من فرناندينيو جت جون لانزيني. لا يا اركن انت على جنب دينيو، بس كفايه عليك الدقيقتين ثلاثه اللي انت لعبتهم، كفايه حلوين قوي الدقيقتين ثلاثه اللي انت لعبتهم. ماتش زي ما قلت لك ما كانش فيه حاجات كتير، ماتش ال 25 دقيقه بتاع التلج هو اللي اثروا فيه اكتر بكتير، وال 25 دقيقه بتوع التلج بما ان كان نجمهم رياض محرز، فاستبيعي ان نروح للشيت اوت بتاعه رياض محرز ونقول ان محرز النهارده هو اللي واحد من اسباب النصر، واحد من اهم اسباب النصر، ونقول الحمد لله رب العالمين عدت على خير، وننتظر تعثر تشيلسي من كبير المدينه بتاعتنا مانشستر يونايتد. والى هنا عزيزي نقفل الفيديو، اما قلت لك ما تشوفوش حاجات كتير، فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش تذكر دائما ان عالم كرة القدم بيديك حاجات ما تتفاجئ بيها وتصدم بيها، فلو التلات دقايق ونص دول صدموك فراحتك عزيزي، سوري ان احنا صدمناكم.